شائع يسجل حضور هذا الموسم أنا أعتبر من أفضل اللاعبين في وسط الميدان، ومن القوة المثالية جدا من النصر، خاصة تناغمه مع إبراهيم غالب. التناغم اللي صار بين إبراهيم غالب وشائع شراحيلي ساعد النصر كثير بأن يكون دفاعه مرتب. أوكي. ونقطة القوة دائما في أي فريق، إذا أردت أن تبحث عن أي فريق ابحث عن لاعب الارتكاز، إذا كان بينهم تناغم جيد في تغطية العمق، تغطية الأطراف، التغطية مكان ظهير الجنب المهاجم، إذا كان هذا موجود وهالتناغم موجود تأكد تماما أن الفريق أي فريق بيكون حاضر بشكل ممتاز. شاهدنا الفتح العام الماضي والآن النصر هذا الموسم يقدم نفسه بنفس الشيء، شايع وغالب ثنائي مهم في خارطة النصر والتغطية بينهم مثالية. Yeah.
لاعب اتمنى ان يكون في نادي الهلال، ابراهيم غالب لاعب نادي النصر، وليد عبد الله لاعب نادي الشباب، ام حمدان الحمدان لاعب نادي الفتح. غالب، ابراهيم غالب. نعم. الهلال يتقدم بعرض 2 مليون في السنة لمدة 3 سنوات للاعب شايع شراحيلي قابل للزيادة في حالة موافقة اللاعب. فبنسجل، إن كان قصة بنسجل مسجاتهم، إحنا بنسجل لاعبين وبنسجل أهداف.